اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وبننتقل الى جده مع جيهان وضيفتها اللي استطاعت انها تحول او تعبر عن الفن السعودي والتقليدي لكن عن طريق فن الجرافيتي. التفاصيل معك جيهان. شكرا لك رنيم. فعلا مشاهدينا الكرام، فن الجرافيتي هو احد الفنون المعاصره الحديثه التي انتشرت في الستينات من خلال الرسم على الجدران. رغم أن هذا الفن ارتبط لبعض الوقت بالتخريب وتشويه الجدران، إلا أن ضيفتنا الكريمة اليوم في الاستوديو في هذه الفقرة تدافع عن هذا الفن بشدة وتؤكد أنها استطاعت استغلاله لنقل التقاليد العربية إلى العالم. أهلا وسهلا بك حنان كمال. أهلا. كيف الحمد لله. طيب حنان، زي احنا لما قلنا يمكن هو تعرف اكثر شيء او لبعض الوقت بالتخريب وتشويه الجدران، حتى عندنا هنا في السعوديه يعني كانوا حتى بيمسكوا اللي بيشخبطوا على جدران البيوت في الشوارع. تعرف كمان انه هو يمكن فن ذكوري مشاغب اكثر، ما الذي قادك الى هذا الفن؟ الصراحه شوفوا، هو فن فن الجرافيتي الصراحة يعني هو أحد الفنون المعاصرة، هذا اللي جرني لي إنه هو من الفنون الحديثة، وغير كده إنه هو فن حر ما في له قيود، فن يعني يخليك ترسمي بكيفك يعني بخيال واسع. إيه بس ترسمي بكيفك على الجدران مو في جدران. أيوه. طب في فعلا إحنا أنت يعني عندك هذه الحرية هنا موجودة في السعودية إنك ترسمي على الجدران؟ هذه الحرية موجودة فقط موفرت لنا هي القطاعات الخاصة في المسابقات طبعا وفي الطلبيات الخاصة، بس كقطاعات حكومية موفرت لنا هي للأسف لا. قطاعات خاصة هذا حديثا؟ أيوة. جدا صح؟ قبل كده كانوا يعني الشباب، قبل كده ما كانت في قطاعات خاصة توفر هذا الشيء، لكن حاليا في داعمين رسميين يدعمونه كده. أنا يمكن قلت أنه أنت يعني بتأكدي أن أنت بتستغلي هذا الفن لنقل التقاليد العربية للعالم، كيف ممكن تنقلي التقاليد العربية من خلال الجرافيتي؟ اوكي، فن الجرافيتي هو بداية طلع في الدول الأوروبية، هو كبداية، اوكي؟ فإحنا يعني لما نوصل هذا الفن للدول العربية، إحنا كعرب نبى نوصل صورة، لما إحنا نجي نبى نوصل صورة عن بلدنا وكده، فإحنا نبى نحاول يعني أنا كرسامة أبى أحاول أخلط بين الفن اللي هو المعاصر الحديث اللي هو الجرافيتي وبين عاداتنا وتقاليدنا إحنا العرب، يعني بطريقة فنية حلوة توصل للعالم، يعني سواء العالم العربي أو العالم الأوروبي. إحنا قادرين نشوف أعمالك دحين مع المشاهدين، بحيث إنهم لما يجي يشوفونا يشوفوا إن إحنا العرب عندنا عاداتنا وتقاليدنا اللي هي الصح اللي إحنا بنوصلها. طيب مو دائما يقولوا فن الجرافيتي هو أكثر تعبير عن حالة ذاتية أكثر من هو مثلا أنه إحنا نحاور في العالم أو نحاول ننقل لهم رسالة؟ فن الجرافيتي يعني هو تعبير، يعني هو تكوني مثلا في حالة سواء غضب أو فرحة أو أي حالة أنت فيها، هو فن تعبيري أوكي، لكن ليه أسس الجرافيتي، له أسس يعني ما تقدر أنك مثلا تخرج عن هذه الأسس ولا هو ما حيسمى جرافيتي. يعني شفتي مثلا زي فن الجرافيتي، مثلا عندك زي فن التشكيلي، عندهم فن يرتكز اكثر شيء على الباك جراوند، يعني مثلا سواء يضيفوا خامات ماتيريالز اي حاجه زي كذا، عرفتي؟ فن الجرافيتي عندك يعتمد على نظافه الرسمه، يعتمد على الشادو، نظافه الرسمه هو خربشه كيف؟ نظافه الرسمه طبعا لكل رسام ليه طابع اوكي، بس بالنسبه للناس نظره الناس هم شايفين انه هو خربشه، لكن هو ما هو خربشه، فن الجرافيتي غير الخربشه، لانه الخربشه في ناس بتشوه للاسف هذه الصوره انه بتمسك البخاخات بتشخمط على الجدر صح، لكن فن الجرافيتي احنا بنرسم رسمه كامله فيها الوان، فيها تناسق الوان، فيها فكره، فيها 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 نظافه في الرسم، فيها عارفه انه فيها رساله، فيها رساله توصل. هل ممكن انا لو انا مريت مثلا على رسمه، هذا هو الفرق، هل لو مريت انا على رسمه مثلا مرسومه لفنان معين، رسمه جرافيتي طبعا، هل اقدر افهم رساله الفنان من غير ما هو يكون موجود في المكان؟ أيوة يشرح لي اياها. ايوه طبعا تكون واضحه، لانه هو واضح كاي فن. فن الجرافيتي هو يعني ساعات الفنان التشكيلي او حتى الفنان التجريدي يحتاج انه يكون موجود يشرح ما وراء الرساله، ما وراء الرسمه، وهو يعتمد كمان على نفس الشخص اللي بتوصل له الرساله. يعني اذا هو شخص عنده تثقيف تام بالفن او ما عنده تثقيف يعني فاهمه، يعني مثلا لو انسان ما يعرف للفن يجي يوقف في الرسمه اكيد انه ما حيفهم، بس بالنسبه للناس اللي عندها خلفيه في الرسم
اكيد انه مثلا حتوقف حيكون عندها فكره انه هي اصلا عندها باك جراوند عن الرسم، فحيطالع في الرسمه اكيد حيستوعب انه في فاهمه في فكره. طب دوبي قلتي لي انه في اسس لفن الجرافيتي، ايش هي اسس فن الجرافيتي؟ اسس فن الجرافيتي غير يعني تكون ان الرسمه نظيفه، يعني هي تكنيكس. يعني اول شيء قلت لك من اساسياتها انه الرسمه تكون نظيفه. في افكتات للجرافيتي تتعامل بالبخاخ، افكت معين طريقه بالبخاخ. لها طبعا البخاخات لها كابات معينه لما تيجي ترسمي فيها، لها كابات معينه انت تقدر ترسمي فيها، مو اي كاب مثلا انه ترسمي. زي مثلا عندك لما تيجي ترسمي في لوحه عندك التولز مثلا فرشه، سفنجه زي كده، بلتة. ففن الجرافيتي عندنا فن الجرافيتي عندنا البخاخات، اوكي. عندنا اللي هو طبعا نستعمل الكابات، في الكابل فات، في السكيني، في زي كذا، في كابل كاليغرافي. حنان يعني عشان تبدعي في هذا الفن يبغالك مساحات كبيره، يبغالك جدران واسعه، يبغالنا جدران فعلا من جد. فهل هذا متوفر عندنا هنا خصوصا كونك فتاه؟ الصراحه بالنسبه لنا احنا الفتاه لا. لانه الاولاد يعني ليهم بيعطوهم الحريه انهم بيرسموا، لكن البنات لا. شاركتي انت في عده مسابقات عالميه صح، ولك الان قدمت لك دعوه للمشاركه في مسابقه. صراحه انا بقول لك حاجه، طب انا لسه ما خلصت سؤالي. طيب اديني فرصه. تفضل. اوكي بالنسبه لسؤالك عن فن الجرافيتي انه هو فن ذكوري، شوفي هو في اول ما بدأ في السعوديه رجعتيني للسؤال الاول. ايوه طيب. لانه تذكرته. بالنسبه لفن الجرافيتي في السعوديه هو اول طبعا ما نزل كعاداتنا وتقاليدنا احنا السعوديين. طبعا يعني الشباب متوفر لهم اكثر من البنات، فهو بدأ من الشباب يعني اول شيء الاولاد. اوكي. فهو لما بدأ يعني لما بدأ يتوسع هذا الفن وبدأ انه في ناس تدي فرصه للرسامين انهم يرسموا ودخلوا البنات في هذا المجال، بس ما لقوا لهم مكان. ايوه. فصار البنات برضو انه ليهم في الجرافيتي اساسا، هو الجرافيتي للذكور والاناث، ما هو مختص للذكور. طب يعني لما ما لقيتوا مكان فين صرتوا ترسموا؟ احنا لما ما لقينا مكان صراحه انه بنسوي احنا بنات تجمعات في بيت احد زي كده، انه نرسم في بيت احد زي كده. يعني طيب انت شاركتي في مسابقات عالميه صح؟ والان مقدم لك انك تشاركي في مسابقه في تركيا. انا الصراحه أول دعوة جاتني اللي هي في تركيا، جاتني من السنة اللي فاتت. حكينا طيب هذه التفاصيل. بس أيوه هي طبعا جاتني دعوة من أحد الرسامين الأوروبيين في تركيا. ممتاز. سوالي دعوة على فن الجرافيتي من أرسنال. كيف عرفك؟ عرفنا عن طريق أعمالي وعن طريق إنه هو شاف أعمالي في أعمالك فيسبوك. ما أنت قلت تتجمع تجمعات بنات. تجمعات بنات أيوه. لكن إحنا برضو لما بتصير يعني القطاعات الخاصة لما بتوفر لنا مسابقات، بتوفر لنا مثلاً إيفنتات أو مشاريع وزي كده. طبعاً الناس بتشوفنا فاهمة كيف. بيكون في تغطية إعلامية. في تغطية إعلامية زي كده. فأنا كنت طبعاً حاطة أعمالي في الفيسبوك وكنت دائماً أحب أنشرها في المواقع وكده. وكان لي صلة بالفنانين الأوروبيين، يعني إحنا على تواصل بيهم، عرفتي كيف؟ فهم طبعاً شافوا أعمالي عجبتهم فسووا لي دعوة. واشتركت من السنة اللي فاتت، اشتركت لكن ما توفرت لي الفرصة إني أروح السنة اللي فاتت بسبب إنه بسبب الدراسة وزي كذا، بس إن شاء الله إنه السنة الجاية حكون موجودة. يعني برضه نفس الدعوة حتكرر بالضبط. مشاركة كأنتي فنانة ولا كفنانة سعودية؟ كفنانة سعودية جرافيتية. جرافيتي اوصل اسمي في الدول الاوروبيه. واو ده يعني اولية. هي مسابقه ولا هي بس معرض؟ هو عباره عن مهرجان تجمع لجميع الرسامين الاوروبيين ولا لجميع عموما الرسامين في العالم. هل انت الوحيده الجرافيتية السعوديه الوحيده اللي مشتركه في هذه المسابقه او هذا المهرجان؟ بالنسبه لتركيا انا يعني انا الوحيده اللي سويت لي دعوه، بس صارت من قبل دعوة في فرنسا وزي كده، فكان في لا رسامين سعوديين برضو يعني سووا لهم دعوة، وكان في رسامات برضو. طيب الجرافيتي زي ما يعني زي ما قلنا في الأول إن هو يحتاج مساحات واسعة، وإحنا في جدة عندنا مساحات واسعة، فعندنا مساحات تحتاج إلى تجميل زي مثلا تحت الكباري، أو مثلا حتى الآن زي ما شفنا الفنان العالمي اللي جاء ورسم كمان على المبنى في جدة القديمة. إيش أنت شايفة مساحات أخرى ممكن تتجمل بفن الجرافيتي؟ أنا شايفة إنه برضو يعني الحدائق عندك المباني، الحدائق العامة المباني زي مثلا عندك
في عندك أقرب مثال يعني أنا لما سافرت مصر وزي كده كان في عندهم مزينين المباني عندهم بالشوارع بفن الجرافيتي، فبرضو أحبذ لو إنه المباني برضو تتزين بفن الجرافيتي، يدي كده طابع عارفة فن معاصر حديث حلو كده عارفة، صحيح يدي رونق للبلد، يرفع عارفة كده من يدي ديكور لشكل البلد. حنان أنت متزوجة عندك بيتك الخاص ولا عايشة مع أهلك؟ لا عايشة مع أهلي وماني متزوجة. طيب لو مستقبلا إن شاء الله الله يعني يكتب لك الخير إن شاء الله ويعني بنيتي بيتك الخاص، هل تعتقدي إنه حيكون مثلا جدرانه كلها مرسومة بالجرافيتي خارجا وداخلا؟ الصراحة هذا شيء أكيد والله لازم أصلا لازم بيتي يعني يكون كله ديكور. طب ليه مو دحين لأهل ممانعين؟ برضو رسمة في بيتي أنا. رسمتي؟ أيوه. يعني ما خلص برضو مرسوم. طب إيش أكبر عائق يقف أمامكم أنتو كفتيات سعوديات جرافيتيات؟ أكبر عائق إنه لسه أول شيء تفكير الناس، إنه في ناس لسه ما هي متحضرة تفكيريا إنه تستوعب إنه البنت لما تيجي تشارك إنه هذه بنت بتشارك، يعني عندهم لسه نظرة المجتمع للمرأة إنه لسه ما عندهم توعية إنه لما تيجي بنت تشارك وتقدم إبداعاتها وكده، لسه هذه الفكرة إنه في مجتمعات عندها هذا الجهل. أوكي هذا أول شيء. ثاني شيء الدعم من قطاعاتنا أو قلة وعي خلينا نقول. أيوه أحسن. أيوه أحسن. ثاني شيء الدعم من قطاعاتنا. لو إنه إحنا حصلنا دعم من نفس بلدنا إحنا أكيد إنه صح. حنبدأ حيكون عندنا الفرصة أكثر يعني عارفة؟ صح صح. طب في فتيات كثيرات سعوديات هاويات للجرافيتي؟ في كثير جدا. تقدري مثلا تحصري لي العدد ولا ما تعرفي؟ والله صراحة ما أقدر أحصر لك العدد لأنه مرة في كثير ما شاء الله يعني دي الفترة يعني كثرة الفئة الجرافيتيات صحيح. مرة صحيح. هل كان لكم أي مشاركة في أسبوع فن جدة ولا لا؟ الصراحة لا، بس إني كنت كضيفة حضرته زي كده. أحد من الجرافيتيات السعوديات كان لهم أي مشاركة ولا؟ هو صراحة المعرض كان فوتوغرافي والتشكيلة أكثر من إنه فيلو جرافيتي صراحة. في كل أنواع الفنون. ما شفت فيلو جرافيتي بس إنه هو لسه ما خلص. أيوه هو بس إني شفت فيلو أعمال تشكيلة. طب ليش أنتم ما يكون لكم صوت؟ ليش ما أنتم تروحوا وراء هذه المعارض وتحاولوا انه انتم توصلوا صوتكم او فن او يعني يمكن هم ما لمسوا فيكم الجديه او ما شافوا مثلا يعني اعمالكم اللي تخليكم يعني يقولوا الا هم مؤهلين أيوه. او مؤهلات ان هم يشتركوا في هذا المعرض، يمكن انتم ما وصلتوا احنا صوتكم. لا صراحه احنا وصلنا صوتنا يعني قد ما نقدر كيف؟ سواء يعني من اعلانات سواء أعلانات. من اعلانات مثلا انه مثلا لما نيجي اعلانات انه نعلن عن نفسنا احنا كجرافيتيين احنا مثلا لما نيجي نبي نسوي انا بزنس. انا مثلا واحده من الناس اللي ما شفت اي انا مثلا كجرافيتي مثلا ابى ابرز نفسي حسوي مثلا اعلانات عن اعمالي عن انه انا مثلا اسوي اعمال مثلا اسوي طلبيات لفئه من الناس مثلا تطلب زي كده طلبيات بس هم يعني كيف حيسوي طلبيات اذا هم ما يعرفوا عني زي كده انه مثلا نسوي دورات جرافيتي هذه يمكن تبتدي بالدورات أيوة. نسوي دورات جرافيتي نزيد من الوعي للمجتمع عن فن الجرافيتي انه هو ما هو فن تخريبي يعني زي صح. ما هم مفكرين صح يعني اي ثينك انه انت يعني مثلا نشارك في المعارض عندك مثلا اللي هو الجزء الاعلامي مره جدا مهم صح هو اكثر شيء يعني بيدعمنا انه احنا برضه بنوصل هذه الصوره هذه الفكره ايوه بس هو تعرفي هي الخطوه التسويقيه حقتكم لازم تبتدي يعني اول شيء بتثقيف الناس في الانستغرام اوكي عاملين اول شيء مثلا جروب بنات الجرافيتي وانا سوري عاملين بنات الجرافيتي احنا عباره عن جروب بنضيف فيه كل اعمال الجرافيتيات البنات قبل اضافه الاعمال اللي ابغى اقوله انه انتم تبتدوا بتوعيه المجتمع انه فعلا الفتيات السعوديات قادرات ان هم كمان يدخلوا هذا المجال ولا هم مثلا قصدهم تمرد او قصدهم مثلا مشاغبه اول شيء تبتدوا بهذه التوعيه بعدين توروهم الأعمال وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله نتمنى لك أنت خاصة التوفيق في مسابقة تركيا وإن شاء الله ترفعي رأس بلدك عالية شكرا بإذن الله شكرا لك مشاهدينا إحنا مكملين معاكم فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل خليكم قريب الزواجات هذه شلون؟ ما يجي الوحدة إلا كل أسبوع أو أسبوعين مرة. أنت شايفة قدامك كرسي ولا طاولة ولا أكسسوار قدامك؟ فا
الشرط الأول إعلان تام الزواج. زواج معلن؟ الظاهر يا مدام أنت ناسي أنك متزوجة ولك واجبات وحرمة بيت. أنا مليت منكم المشاكل خلاص مع دبات. أنا خدت عشان أستانس وانبسط، لكن طلعتي زي الهم على قلبي. في سيدتي بعد الفاصل، احتفالا فنيا فريدا لاحتضان فعاليات اسبوع التصميم.